كتير هيك على شباك الومنيوم لك ابو حسين؟ مظبوط سيد جوزيف، انا معلم الالومنيوم قال لي انه هذا النوع غالي شوي، اولا لانه ملون، ثانيا لانه قطعه وحده، ثلاثه انه نحن طلبناه على السريع. لا بقى تتعامل مع هذا الرجال. امرك سيد جوزيف، ما بدك تعيد الجماع؟ ما في داعي، انت ما جمعتهم؟ ثلاث مرات جمعتهم. والمصاري؟ عديتهم مرتين. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو صار بهديك البنت اللي داخت هداك اليوم؟ مايا؟ صارت أحسن الحمد لله. وأنا قلت لها إنه سيد جوزيف أعطاك إجازة يومين، وقلت لها لحتى تدير بالها على أكلها وصحتها. وعلى الأغلب تنزل بكرة على الشغل. لك لا تكون القصة مو قصة فقر دم وأكل وهالشغلات. سيد جوزيف هيك قال الدكتور. لك ما تكون حامل، هدول البنات قد ما درت بالك عليهم لهم تخبيصاتهم. سيد جوزيف أنا شايف إنه هاي البنت معترة ودرويشة ومو تبع هيك حركات. ولا أنت الدرويش والمعتر. على العموم بس داوم خليني أشوفها. شو قصتك أنت صاير حنون زيادة عن اللزوم؟ في شيء؟ لا أنا حنون ولا شيء، بس أنا هيك شفتها للبنت والله. لا تحلف، سادة. قوم روح شوف شنها. يعطيك العافية.